نارين بيوتي تتأثر بسبب دخول موفلوكس إلى المستشفى. شاهدوا المزيد من التفاصيل. ظهر موفلوكس في المستشفى مؤخرا وكان يضع جهاز التنفس ويبدو أن حالته كانت متدهورة، وأيضا قام شيرو بنشر ستوري لأخته نارين وهي زعلانة. الأغلب توقع أن زعل نارين بيوتي بسبب دخول موفلوكس إلى المستشفى، وأيضا بسن إسماعيل اليوم ستقوم بالإعلان عن مفاجأتها. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you